برضه يا جماعه يمكن ده مش بس موجود في الوطن العربي، يعني برضه احنا شفنا فيه قصص كتيره جدا موجوده في العالم كله، ويمكن كمان يعني براد بيت بقى وانجلينا جولي وطبعا جينيفر انستون، يعني شفنا القصص الخاصه يمكن حد مرتبط اتنين بقى هم كلهم نجوم اهو، بس اتنين يعني مالهم سنين وعشر سنين مع بعض، ومره واحده يحصل برضو حاجة غريبة جدا، ان هو يحصل مثلا هنا ايا كان بقى الشكل اللي حصل ايه بقى، خيانة مش خيانة منعرفش الموضوع ايه، في الاخر خالص ينفصل عنها ويكمل مع حد تاني برضو كان مقرب ليهم. الموضوع هنا بيوجع شخص جدا، احنا للأسف احنا بنشوفش كذا عامل، بس هو زي بيقولوا ايه يعني هو موفق لما جمع دايما كده، بحسها ان هو حتى لو جت بعض الخيانات من بعض الاشخاص في حياتنا القريبين جدا، بحس ان هو ده رزق من ربنا ان هو بعده، او رزق من ربنا ان هي يعني بعدت، بحسها بكده ما اعرفش يعني مش حاجه ثانيه، على قد الوجع على قد يعني. رزق من ربنا ان هو ربنا بيمنع حاجه يعني مش عارفها قدام كان ممكن يوصل لايه الموضوع. صح، بس برضه هي بتعرف ليه صعبه، لانه يعني كلمه الصداقه جاي من ايه، جاي من صدق، فيعني صعبه صعبه على اي انسان بالعالم يتخان من صديقه او يعني او يحصل له حاجه وحشه من ورا صديقه. بالعكس الصديق لازم يكون دايما موجود سند للانسان اللي بحياته، بالعكس الصديق ممكن يطلعك من اكتئاب، من حاله نفسيه وحشه، ممكن يساعدك، ممكن يعني ممكن يحول لك حياتك لجنه، بنفس الوقت ممكن يقلب لك حياتك لجحيم. يعني هي دي او دي، في شعره صغيره بينهم، يعني هتكون انسانه كويسه يا مش كويسه. بس ما اعرفش ليه عندي احساس ان زمان كانت الصداقه كانت اقوى، يعني كل حاجه زمان كانت يعني غير. بحس كان الـ 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 المعنى نفسه كان ليه قيمه كبيره، كان الواحد بيحس بالكلمه قوي عن طريق المواقف نفسها مش عن طريق الكلام. يعني يمكن الكلام في حياتنا دلوقتي بقى هو اكتر حاجه بنقولها، الكلام دلوقتي يمكن احنا زي ما قالت ليلى من شويه ان هي عايزه تفضفض الكلام، ما هي ممكن الفضفضه دي تروح لحد غلط، تروح لحد بعد كده يمكن يعمل لها مشاكل في حياتها ممكن من اصدقائها. لكن بحس ان هو لا، عندنا في بعض المفاهيم يمكن اللي احنا ابتدينا ننساها وابتدت تدوب مع الزمن، لازم نرجع نزودها تاني ونرجع كمان نفكر الناس بيها، ونرجع برضو خلي بالكم للتربيه، ونرجع للقيم والاخلاق، ونرجع طبعا يعني لكل طبعا يعني في الاخر يعني اساس بالنسبه لنا هو ربنا سبحانه وتعالى. احنا بننسى كل يعني كل حاجه عايزين نعملها وبننسى نروح لاقرب حد لينا، يعني دي برضو خلي بالكم يا جماعه من الحاجات المهمه جدا والهامه في حياتنا، انك تفكر انك تفضفض لاقرب حد ليك هو ربنا سبحانه وتعالى، مش كلام شعارات بس ده كلام بجد. لو انت فكرت في كده صدقني هتلاقي الموضوع معاك اختلف تماما واستريحت جدا، وهتلاقوا بعد كده مع الوقت اللي يجي معاك بقى ايه القريب هتبقى انت عارف ايه الحدود بتاعتك اللي ممكن تقولها وايه ما تقولهاش. 100% انا معك بكل كلمه انت قلتها، وبتمنى الناس تصير تعرف تنقي الصديق او تنقي الانسان اللي يدخل بيتها. عادي يكون عندكم اصدقاء، بس مش ضروري انتم في الاخر تصفوا عم بتامنوا لاي شخص كان صديق او صديقه بحياتكم لكل حاجه. نحن للاسف خلصنا. في قصه كنا عايزين نقولها بسرعه، قوليها بسرعه بسرعه بسرعه، قوليها بسرعه، لا قولها انت بسرعه. بصوا يا جماعه من اغرب الحاجات بقى، يعني احنا الوقت سرقنا ولا انا مش سامع حاجه جوه؟ طيب بصوا يا جماعه، يمكن من اغرب الحاجات في واحدة هتتجوز تمام، بس شرطت على جوزها وجوز صالونات ان هو لما يجي يتجوزها ما يتجوزهاش لوحدها بقى. امال ايه يا عم الحاج، يتجوزها هي وصاحبتها، وده حصل فعلا وفي دولة عربية. بس في كمان بوينت بس نزيدها على القصة إيه دي، ما دام القصة خبروها بسرعة. الصديقة عملت ليه كده؟ لأنه حاسة إنه صاحبتها عم تكبر في السن وهي أكبر منها في السن، فحاسة إنه عم يفوتها يعني الدور إنها تيجي تتجوز، فشرطت على جوزها إنه يتجوزها وخلصت القصة. لا إيه يا سلام، عادي كده؟ استحاله يبقى موجود في الستات كلهم، استحاله الكلام ده. طيب زي ما قلت لكم فقرتنا دلوقتي خلصت، هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مع لانا حليم.